وصل إلى البلاد معالي السيد محمد صادق سنجراني رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة في زيارة تستغرق 4 أيام استجابة لدعوة من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، حيث تأتي الزيارة تأكيدا على عمق العلاقات وروابط الصداقة بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الصديقة وما تحقق من نجاحات مشتركة في شتى المجالات. وقد أكد معالي رئيس مجلس الشورى إن هذه الزيارة ستسهم في تعزيز التعاون المشترك خصوصا في المجال التشريعي، كما أنها تفتح آفاقا جديدة في التنسيق وتوحيد المواقف والرؤى تجاه القضايا المشتركة خاصة في المحافل البرلمانية، مشيرا إلى أن تنامي علاقات الصداقة بين البحرين وباكستان واستمرار توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين الصديقين يؤكد الرغبة الحقيقية للبناء على ما تحقق من إنجازات مشتركة للبلدين.